لما وصلنا لمساحة كتير لطيفة، يمكن بالبداية كنا أنا وياك عم نحكي عن مهندسة مصرية قدرت تحول حافلة لبيت متنقل. ما رح نبعد كتير عن هذا الشيء، لكن رح نركز اليوم على الإضاءة. مثل ما عم نشوف الاستوديو هلأ مثلا، الإضاءة كتير بتسبب يمكن راحة ونفسية لزائر البيت، ممكن تغني الديكور الداخلي. فاليوم رح نحكي عن موضوع الإضاءة اللي ممكن تكون سبب بالراحة والاسترخاء ضمن المنزل، ويمكن إذا كانت سيئة تمنح المنزل حالة من الشحوب وبالتالي تأثير سلبي على الحالة النفسية لساكني المنزل. اليوم رح نتعرف كيف فينا نخلي الإضاءة مناسبة داخل المنزل، وأكيد هالأسرار رح تكون مع مهندسة الديكور غنى خير. يسعد لي صباحك غنى. الخير. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. صباح الخير. يعني دايما بنشوف في أنواع متعددة للمصدر الإضاءة بقلب البيت، تقليدي أو الأكثر شيوع استخدام هو النيون أو اللمبات الحمراء، وحاليا الليد على قطع الكهرباء. في كثير بيوت صارت تعتمد بالإضاءة الأساسية على الليدات فيها. حتى هذا الشيء ممكن يتم استخدامه وتوظيفه بشكل مختلف ليعطي إضاءة صحيحة. يعني الليد إذا نحط بشكل غلط ما بنستفيد طبعاً منه. خلينا نحكي عن أبرز مصادر الطاقة طبعا كنور، وكيف ممكن تتوزع بقلب البيت. هلا نحن المتعارف عليه اول شيء الضوء، هو نحكي عنه بشكل عام هو مصدر اساسي لنحن يكون هو على مدى البعيد والقريب، انه نحن من دون ضوء ما فينا نعمل ولا شيء. فاستخدام الضوء بيختلف وين بدك تحطيه وشو المكان اللي بدك تضوي عليه. فنحن حنحكي انه الضوء هو عندنا منه شقين، هو الضوء المنتشر وضوء الموجه. الضوء المنتشر اللي هو بيضوي لي المكان بمساحه كامله، الضوء الموجه يعني انا مثلا عندي تحفه او شيء معين انا بدي ضوي عليه. هلا كونه نحن وصلنا لمرحله قطع كهرباء، ومثل ما خبرتينا انه ليد، احكي عن موضوع الليد لانه هو كونه هلا بالوقت الحالي اكثر شيء نحن بنستخدمه. هلا لاقدر وصفه بطريقه صح، انا ما لازم احطه بوش، بيكون مثلا محل ما انا قاعده دائما يكون بوشي، يا بحاول خليه جنبي او فوقي، فهون ما بيكون مزعج للعين على المدى الطويل. اما الضوء الاضوية الثانية، انا لو كان عندي بيت وبدي اكسي وبدي ركب حبال ليد، لانه نحن صرنا كمان لازم نفكر بحلول ثانية بديلة. فانا لما بساوي الموضوع الليد، طبعا الليد بيجي منه اقسام، يعني في ليد بيجي خفيف، في منه بيجي قوي، فانا بحاول استعين بالسقف المستعار، انه انا احطه داخل السقف المستعار بطريقة مخفية واقويه. طفت الكهرباء ما طفت الكهرباء فهو ما رح يزعج ابدا ونهائيا. فانا بفضل عن نحكي عن الليد. اما الامور الثانيه يلي هو المنتشره او الموجهه، فانا هون بقى على حسب الغرفه يلي انا بدي استخدم بدها تكون موجوده، وكل غرفه لها نوعيه ضوء نحن بنستخدم عليها. نعم غنى، يعني خلينا كمان نحكي عن الإضاءة الطبيعية اللي هي يعني كل بيت بيقولوا لك ايه والله مشمس، والله إضاءته حلوة ما بده كهرباء، أو هلا بالصيف لبعد السبعة ثمانية ليشعلوا الأضوية إذا كانت الإضاءة الطبيعية صحيحة. خبرينا اليوم كمان كيف في ست البيت تظهر الإضاءة الطبيعية الصحيحة بالصيف لأنه في شمس قوية. هلا دائما بالصيف نحن أحيانا اللي بيكون أحيانا ستات البيت من زمان كانوا يتقلوا نوع البرادي. فانا هلا بهذا الوضع، واذا عندي البيت مشمس كونه مثل ما خبرنا انه احنا في عنا قطع كهرباء، بحاول استخدم او استغني عن الطبقه الثانيه، لانه هنا صاروا يركبوا طبقتين، صار دارج يمكن الرقيق الشيفون وحتى الالوان حتى يكون قصير ما طويل ما عاد مزبوط. لا نحن دائما انا بحاول لما مركب بحاول ركب مثلا اقصر من 5 ل 10 سم كرمال طريقه نحن نحسب حساب شطف مسح كذا هدول القصص يعني. فبحاول يكونوا شويه قصار مشان ما يبللوا، او اكون حاطه علاقه على الطرف اني يعني انا ارفعهم بعد ما اخلص اذا كان مطلوب مني انه يكون طويل. هلا كيف بنستخدم؟ انا بقول لك انه انا بيكفي انه انا استخدم الشيفون، منه بستخدم ما بيحمي الحراره صحيح. زائد انه بدخل لي مصدر ضوء الشمس القويه يعني. طب هي بترجع كمان على حسب توزيع البيت، يعني عموما نحن ما فينا نتحكم قديش بتفوت الشمس وبتطلع من البيت اذا كان البيت مو تصميمنا، مزبوط. يعني مو نحن المختارين الشكل النهائي ببيت نحن قاعدين فيه.
الغالبية بتلاقي انه الشمس بتفوت اكتر شيء على الصالون او المطبخ. مزبوط. يعني قليل ليكون غرفة القعدة داخل فيها، او حتى بعض غرف النوم فيها شبابيك بيدخلها. هون انا كيف بستخدم الاضاءة الثانية مع طبعا اضاءة الشمس؟ تمام. هلأ لما بيكون عندي الاضاءة مثلا قط القعدة مثل ما ذكرتي، رح نمشي على نفس المثال اللي حضرتك حكيت عنه، انا ساعتها هون بدي اعتمد على نوعين مصدر اضاءة، اللي هي الإضاءة المنتشرة اللي مثلا بنحكي السبوت لايت زائد ضوء التري. هلا ضوء التري أحيانا بيكون قوي أحيانا بيكون خفيف بناء على طلب صاحبة البيت أو وعلى حسب مدى دخول الضوء له. يعني كمان بحدد لك مثلا ضوء قوي الأوضة ضوئية، فأنا بحاول أضيف تاتشات صغيرة لتعطيني ضوء أكثر، لأنه أنا دائما نحن كعائلة بنجتمع بأوضة القعدة ما بنجتمع بالصالون، فأنا بحاول ركز على الأماكن اللي بدنا نقعد فيها من ناحية إني أنا أجمع ثلاث أنواع مصادر إضاءة، الشمس والليد أو النيون والسبوت لايت بطريقة مدروسة وبطريقة غير مزعجة. نعم. غنى، يعني خلينا نحكي شوي عن الارتباط بين الحالة النفسية والإضاءة. يعني أحيانا نفوت على بيوت نلاقيهم فعلا نقول هذا البيت مريح حبينا أنا أقعد فيه، إنه الإضاءة مناسبة مع الأساس مع التوزيع. وأحيانا نفوت على بيت ننزعج عن جد بينعكس علينا بطاقة سلبية ما بننبسط. مزبوط. فخبرينا عن هذا. هلأ هو الضوء بشكل عام يعني معروف ان انت حتى اذا بتعملي هيك بتحسي انه لما بتقيمي ايدك او لما بتفيقي الصبح بتلاقي ضوء، انت لا اراديا بتحسي انه الحمد لله يعني انه في ضوء. لما بيكون في المكان مشمس فهو رح يوفر علي كثير جهد بموضوع الاضاءه. اثنين، لما بنحكي نحن اذا كان البيت ماله مضوى فنحن بدنا نحاول نكون نضوي بذكاء. الاماكن مثل ما خبرنا من قبل، الاماكن اللي بنقعد فيها اني انا اكون موزع الاضاءه بطريقه صحيحه. هلا انا من الاشخاص اللي بنزعج وبكتئب نفسيا من ضوء النيون. انا اذا كان في ضوء النيون كثير خلص ما بقدر اقعد، فانا بحاول اني انا اتهرب من المكان الموجود فيه الضوء. لما بكون الموضوع مدروس بطريقه صحيحه 100% وبيعتمد على المخطط اللي نحن كمهندسين بيجينا المخطط، فانا بوزع من خلال وجود الشباك، فهذا ممكن يشكل علي نفسية لصاحب البيت أنا بدي ريحه نفسيا. هلأ لما بيكون مثلا مسكر تماما، أنا بحاول استعين باللمبادرات. هاي اللمبادرات شوي بتعطي ريلاكسيشن أكتر. صحيح. وبالإضافة أنه نرجع على موضوع السبوت لايت، ما بفضل النيون نهائيا. يعني النصائح متعددة ودائما بتعطينا خليني أقول أجمل أفكار وأبسط الأفكار لأي موضوع بنحكي فيه عن ديكور البيت بشكل عام. بالنهاية شو النصيحة الأبرز اللي تحبي توجهيها لأي حد عم بتابعنا؟ إنه نحن ما نكتر مصادر إضاءة كتير. يعني أحيانا بتفوتي على مكان بتلاقيه حاطط لك 5-6-7 سبوتات كبار وصغار بنفس المكان. فأنت أنا ما بفضل هذا الموضوع نهائيا، بيأذي كثير بيأذي. اوكي اذا انا بدي اعمل تشكيله باحجام السبوت ممكن احط السبوتات الكبيره على الزوايا ووزع بطريقه مرتبه ومدروسه الصغار وما نقوي الاضواء. يعني احيانا بيقولوا لك انه مصدر الضوء انه مثلا بنعتمد على مصدر ضوء واحد مثلا اللي هو النيون، لا هذا ما له صحيح. لا انا بدي شكل نوع بانواع المصادر الاضاءه بطريقه صح وما اعتمد على ضوء واحد ان كان النيون او تريا او سبوت، لا انا بقدر اعمل كذا نوع اضاءه يعطيني الشيء اللي لازم نحن نضوي. نعم. يعني احنا بنتشكرك يا غناء وبنقول ان شاء الله تجي الكهرباء حتى العالم تلتزم بتلتزم اكيد بالاضاءه. خلص اكيد. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. بتمنى الكل يكون استفاد من المعلومات. شكرا لكم. شكرا لك ولوجودك.